السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة احنا شعب لذيذ جدا، بنحب الخيال والقصص والحكايات، وبنحب نضيف على التفاصيل تفاصيل كتير وأجزاء خيالية. زيد بقى الأيام دي كل بيدور على الترند وعلى الفلوس، زي قصة العجل. ايه حكاية العجل دي؟ البقرة مبروكة في محافظة البحيرة. تعالوا نبدأ القصة. تبدأ القصة ان فلاح عنده عجل صغير، بقرة عمرها 4 شهور. الاهالي وجدوها عندها مكان كبير في درتها. طبعا الدرة ده المكان بيبقى مليان لبن، قالوا انها معجزة وحامل في 9 شهور. طب يا جماعة، هي البقرة بتحمل 9 شهور زي البني ادمين؟ راحوا عملوا لها سونار وظهر الجنين ما شاء الله، وهتولد بعملية قيصرية كمان. يا ترى هتاخد بنج كلي ولا بنج نصفي؟ وابتدأت بقى القصص الخيالية. الفلاح صاحب العجلة بيقول ان من يوم ما العجلة اتولدت عنده وحلت البركة في رزقه وفي عياله، وان العجلة دي مبروكة وهيعمل لها كمان مقام. والفلاحين واهل المكان بدأوا بقى يكبروا ويهللوا، ومكان العجلة جعلوه مزار، ومنهم من وضع سبح على رقبتها لانها مباركة، ومنهم من اقسم بالله انهم هيعملوا لها بالبلد مقام عشان ياخدوا منه البركة. مش بقول لك احنا شعب ابن حلال؟ في الاخر الطب البيطري في دمنهور راح وكشف على العجلة. لما الحكايات كترت قوي عليها، لا اللي عندها فتاء عادي جدا في مكان الدرة اللي هو المكان اللي بيبقى فيه اللبن بتاعها، وان العجلة لسه صغيرة نونو بيبي، مش عشار ولا اي حاجة، ولسه بنت بنوت شريفة، مفيش اي حد لمسها. ارحمونا يا جماعة من قصصكم وحكاياتكم. عجلة اللي عايزين تعملوا لها مزار ومقام، وعجلة اللي بتلفوا حواليها 7 لفات، ارحمونا بالله عليكم. ما تنسوش يا جماعة ان احنا في بلد اسلامية، احنا مش في الهند هنا.